فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أي مثلا أن حمد سيد ربيع مثلا شكار الصوت سيد ربيع العاش خمس يوم رمضان أما كان يقارن في محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان وأن حمد سيد ربيع مثلا شكار الصوت باش نعاش 12 سنة جاروث إيدي في اللام ليلة القدر قلنا على سيد ربيع خالق سبحانه وتعالى نصوت في سيد الساكن ليلة القدر يا مثلا على خطر حب سيد ربيع وحب سيد محمد صلى الله عليه وسلم واسمي استوانيس ليلة القدر وين سعد الأقدار وين سعد الشرف وين سعد ذي القمام لسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ويري سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى والصورة في اسمي اسمي صورة القدر يقال سيد ربي القويس عزيزا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم في كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى مذكيس قيمة الفرحة ليلة القدر على خطر إزراد شهيد ينزل الجبهين وشبيح أي مثل إذا أذت الفارس أن خدم العبادة السيد رب الخالق سبحانه وتعالى بشدنا أين لضع عندي ذو ذا الثمر انزل السيد رب القرآن الكريم زل كمان نسلي ليلة القدر يصوب في دخل لها مع زوج سبط فطر القرآن الكريم اسميس القرآن الكريم دويس يصوب في دين أي مثل اللوحة المحفوظة في دين كسي قرب دويس وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إسامة كان يسمى قرحان ذي اللوحة المحفوظ ويصوب في سيد رب الخالق سبحانه وتعالى في ليلة القدر ألم السماء الدنيا أم بعد الفجر يصوب في ليلة القدر والسماء يصوب في سيد رب يفرق وقرآن فرقناه على مكت لتقرأه على مكت ونزلناه تنزيلا ويفرق 23 سنة على حسب الأحداث. إذا ليلة القدر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قال وما أدراك ما ليلة القدر قطر يفكسر بيدي الأقدار يفكسر بيدي الشر يفكسر بيدي القيمة يفكسر بيدي وين يكحب مرام على خطر ويسمي هذا الإنسان بيزر بشوم القيمة سيد كمالي سعى ليلة القدر حشو إنك الإنسان لكن أي لكن يدي فكال الزخر ليلة القدر حشو وينك يزر بشو الأقدار يسعى القرآن الكريم وينا يزر بشوم في الله داخل ليلة القدر إخوات وما أدراك ليلة القدر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعل ليلة القدر بين شوان أزال 83 سنة أربع شهور للعبادة عندما قلنا نصول فضل ليلة القدر يقال خير من ألف شهر إذا أزال 83 سنة أربع شهور وفغير في ذن ليلة القدر أي مدن يقال سيد ربي قواليس تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قيم يشبان وقيم يتمثل الإنسان في فارس تهوليس يقال ألد سيد ربي الصب الملائكة غلطة عنه يغلب وزن وحرش إن يصير لك ذر من القاع غرفة الملائكة وينها لو كان بيكس ذرب بالحجة بنظر الملائكة ونسفل بنسر سجارة لنا والسجية إما قرن ليلة القدر مثلا إذن يجعلس سيد ربي السلام يجعلس الهنا يجعلس كل الخير اللي تشوه لو كان الهواء من يكسير ليلة القدر حشل ذلك الذي الفجر بس كان يجعل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إفكيز سيد ربي القدر شو شيء إفكيز القدر إفكيز سيد صفر عن الكريم دي إنزل إزدخلس يقارب قويس إن كم كده يقارب قويس سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة المباركة إن كنا منذرين ليلة المباركة إذن سيد ربي الخالق بالليلة يجب بس من بروح الفرق يجي نستروح القرآن الكريم الفرق عن القرآن الكريم تنزل كيس سيد ربي إلى ليلة القدر على خطر يسيدي ينزل ذوي ذوي ربي وجن ذوي رب العالمين يرضي خيفا 14 القرون يجي والحرب كان الحرف في ناس البشر صار لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أخي كان صار أي مثل ذوي ربي يسيف كذي سيد ربي شتان كتره بسنة يحرق عليهم يدي في كلام بشي يعني كان يجي الشعوذة ما كان شوال السجد العصر ما يتعيش ولكن أنزل بلي شتان كتره يفكر ربي يخلق ربي الكون القاع يخلقه بناتي عمرا يخلقه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يجعل العبد
العمره تعيد ولكن العمره انكرت عمر الكلام شفت المسلمين صار استعمر وسع المرضى الجهل اخطر الجهل ليس شريك الشد ولكن يجي عمر مش مسلم يفكيز سيد ربيع كتر وكيد عرف انكر يا عمر القايد يفكيز القران الكريم بس يفكيز دي كتاب اللي قاعد الزبور التوراه الانجيل ولكن القران الكريم اين لن تخي كتاب اللي قديم سوره نومني شتركني ولكن ما قلتش حافظ نومني ولكن القران الكريم وش دراسي غير العالم الحافرة في مشوي غير إذا 14 قرونية كما هي المثل إذن البركة للقرآن الكريم يفكيس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي البركة يفكيس ليلة القدر يجيثي ينزل إذن أي مثل أو يا ربي ذن جوالهم عليه الصغر ويوم النوم أو يا ربي ذين سلم يحول أو يا ربي ذين إسيان أنا سعد ديته ذا المنصي كماليش مستحيل وألف ألف مستحيل ذي للعبد في بعالة ذي نصي ربي البشر يفي مانيش إذن سدينا لك ذذ قوية كما دينا لك إقرد فمن اتبع هدايا فلا يبل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إن دو إذا ليت بعلى ولي إن دو أولي تشفرقه غريب إن دو لتشغيل الشافر إن دو ولكن ماذا قلت ذابيش ومن أعرض عن ذكري ماذا قلت من يفرقه غريب سيد ربي إن دو أدس شكر ثم عيشة ضنكا ثم عيشة ضنكا ومضان ثم عيشة وعرانكا أسعف وعيش طوعان وتسعش الشاخير ولا وتكش غير اليارن أسعش طم عيش طوعان ولا تكش غير جاز تكش غير جازن أتكش ناس كيف كان بيت عيش طوعان ولا وتكش لا كل أين ينفع يدوم يد مرات مشرب خطر ما يفكر ربي له نام يحميك ولكن ماذا بنا بس وخر سيد ربي خطر له بس شغل سكان يشربه ماذا بنا بس يدير كرم ولا كي يخبر العالم القناعة هي كم يد مثلا إذا القرآن الكريم وجد إذا من هكذا يسري الحول عافد وإلى قالت يرى في الوعد ويسقط رحى شخص على الإحصان يقال سيد ربي قوانيس عزيزا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن الكريم بعد أن أقوى اسم التفضيل معناه ليش لشد يوين كان قواني تصريح عندنا بالفعل القرآن الكريم كان قدرت مرة ناس الزبيت شوي غلو بريد السؤال ولكن مستحيل يشكر القرآن الكريم خطر وجد سيد ربي دقيقا إذا ديف كان إذا نسيك صار بشوين حواج إذا نسيك صار مصلحة أكثر بكر نسي من مصلحة كده قال سيد ربي قواليس ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذن القرآن الكريم يهدي للذي هي أقوى خير كما يتمثل سيد ربي سبحانه وتعالى يقدر القرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أين دي فكسيد ربي ذا القرآن الكريم ذا الشفاء الدواء إيه مثل إيه قبل عقلية خطر ما يتهنوي يتهنى بالسك ولكن ما يتهنوي يتهنى بالسك ولكن الشفاء صور سيد ربي صور القرآن الكريم إذن ما ذكنا كشتنا خرمت صعب العلاقة المتينة لا رسيون يصحاني في جهدين يقال لك دوبين كده خيخة وتسابة ذلك صوبي ويقصاد حش الخير ليلني دي ماذا قلنا في شيء فرط في بارني أكن الصورة ذيك يجون سام شايت في المسؤولية في مني أكن أيضا كده قصد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يقال جواليس هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور الرحمن سلواسي أما يغدي فيك خطر لو كان يغدي فيك القرآن الكريم يغدي فيك المنهج دارت في خمسة يخال سيدا في جواليس بصورة الأنعام إنه الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يغلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم إنه لا يسكت فنشتكي أين دي المكسي ذربي ومذي تبع إنه دمينك نما يلحونك من الطيام يدوي شويرا ليضعصوا ما يشترك شنا مريليون دعصوا مريليون شويرا قطر بخي بخمطة طيام ما تصم إذا سيستر يقصي أكيد أفردوك دي سلارة نسبة شب دي سيولة كيني مية بريد ويهدرر الكنينات فوق مسات العب ونفيها الإنسي ذربي الخالق سبحانه وتعالى كما يتمثل الإنسان إلى قال يا أخي باليوم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دقيقا يمرار باليوم أنغر القرآن الكريم إلى قال أن تبع بريد الدين أنغر القرآن الكريم ونش حش خسران خسار من في عالم الدين لسيد ربي سيد ربي يمرار الدين ندو وجيد ويو كيف ندي خلقا وجيد المنهج إلى قادة ربي كيف ولقد يسر القرآن للذكر فهل من المذكر إلى السهل أغفد ونمجاج بدا ثيغا ونمجاج بدا ثيغا الصبر وش بيحمل في صلى الله عليه وسلم يقرأ الرجل الذي ليس فيه شرك من القرآن كالبيت الخريب إن دون العفو ونسعر شوذر القرآن الكلمة دخي كويس إن دم خامنك خارب لكني أم خامنك يغسق في سيغي كل شيء يغيد بيس لحشب والشنافة في الدخين إن سزين كما يتمثل إذا السيد ربيها دي تسمر بالنم أنغر القرآن الكلمة مش الحجب وعلم أفل عبد يعني بشيء غير القرآن الكلمة مثل أيني هو كيف العبد العريس العبد من قرآن يسعى 70 سنة بيعريس هو السنة بيكتوى
اسمي شو سيدا هذا في كتاب ولكن اسمي يقرر سيدا ربي يزيغ سيدا ربي يروح على العودة من أسد السحفظة أسقار غير تسكرون كرسل اسم الله داخل في كتاب القرآن الكريم أسد السكرم كان ترى أمي الله دينا الله هذا حبيب أروح في الدوار أسمي بالخمسين وسبعين سنة يحفظ القرآن الكريم سيك ميز سيك ميز سيك ميز ماشي الحجيب وعند سيدا ربي سبحانه وتعالى أي ما تسير غرور سدك يا أولاد السلم خسر القريب وكفى لا تنسى إلا ما شاء الله سنو قلب وكفى خطر زادي شكشنا دخيل المدرسة أكيد مثلا إن علينا جمعهم وقرآنهم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إذا نسيت جمع دخل الصدر العام إكفغان الإدراع أنا من سيد ربيع إكفغان هذه السين أويس حشان البحرية حشان أخصار وفتصار كيف مثلا القرآن الكريم القرآن الكريم أي مثلا سيجن أدي كسلع ثمان مبقو ثلاث ذاتين سمرة ذاتين للتقسيمين للأنبياء والرسل إنه اللي يتسكن مرة اللي يتسكن للسلم اللي يتسكن للعبر بس نقرأ هذا التيسين كانت مثلا المحور من المعاملات إلى المحور للأحكام محور الاحكام دائما ما يخدم العبد الحاجه الشيء ان يعني ما يقضوا في الناس الشرع وانما محور المعاملات ان كانت تعامل كنين الدوغر انا ان يعني انا نحس المعامله انا اعطيك انا من الدقيقه اما كان نحس المعامله انا اقدر كنين العبد العبد المبني ومحور المعاملات أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الدين المعاملة والمعاملات بالقرآن الكريم أكثر من 70% إجلال بالقرآن الكريم في المعاملة اللي بدها باش نحسن سلوكنا باش نحسن ذكينا نحسن أخلاقنا أمشينا بخلال اليوم باش الدين العبد في عالم بين القرآن الكريم ودي السيرة إسعاد أخلاق الحسنة وكل صافي ويكذب حشد دائما المستحيل ألف ألف مستحيل خطأ سيدة ربنا في دقيقة الدقيقة اللي قاعد في كيحهم يفكيز دان كريل لحهم ما لقلوا في عالم كريل لحهم غبي سيك في بانسا حشد في ويت شفار الأربعين العالم كان مثل خطأ سيدة قارن بوليس إن الدولة قد جاءهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما تمنى إن دخل قاضي يفكيز دان كريل لحهم ولكن ماشي صور سنة دي خلق الكل هذه خلق الكل يحو إن السيد ربنا قد يحرم إلى قد يسود يحرم خطأ ما تفهم أنت أتفعل ولكن ما تقول مت فيم ذا ما تقول مت فيم ذا أتفعل غص فيم ذا خطأ العلم ديف وصل بالعلم ونزمر السورة العلم السيد ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليل إلا ذا القليل ولو مازال استقرار أسفك الدنيا ذي أذك دائما وما أوتيتم من العلم إلا قليل إذا أين نفهم نفهمين أين نفهم لا ننسعى ثقة السيد ربنا دقيقا سيد ربي سعى رحمه في عبده يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها إن سيد ربي سعى رحمه في عبده أكبر بكنا تسعودي بس غفر جنس إذن أكن يخدمنا سيد ربي ما دين يوم رأت أنا قبل ذي المنفعنا ما دين إن هيا الظفرة إلا تنعقل باليوم ذي الله ذي مضرنا ذي مضرنا أي مذن إذن الإنسان ويز أليسين أليسين القرآن الكريم أدنى ذرة في الفوائد أن القرآن الكريم سيقى خطر ذسنا القرآن الكريم رمضان للقرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقل ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنزلت سيدا بالقرآن الكريم عامة في شهر رمضان وليلة القدر زخل رمضان إثناء إذن خاصة في ليلة القدر في داخل الشهر عامة وداخل ليلة القدر خاصة إذن الفوائد أسميرا بيستور الإنسان على وجه الأرض الإنسان حشو انت لأنه في كلمة اسمها بزرس يتميز الفوائد من ملخطي البشرة أثنسين داخل منثبع أكن أخذ الناس إذا ربيع حشر وين العيام أنا الفغير مثل الإنسان يسعر في قام يتبع لأن سيد ربيع يسعر القرآن الكريم يزدوي وكيشمال وتسعوا بارك الغفيان ازدخي ويه وتسعوا بارك الله ألي سعوا بارك الحارج ازدخي ويه أين يبغر بمديه أين الذي يبغر ربي وين يبغر سيد ربي حشا أين سنحكمي نسل بلغني في جيبرا وين جيبرا حشا الخارج للنس نسيدي إنك بيديك الخير إنك على كل شيء قدير ودنا بيديك الخير والشر ولكن بيديك الخير إذا أين يبغر يضرب يضرب يبغر سيد ربي وين يبغر سيد ربي يسمر لا عبد في قرى سنحكمي نسل بلغ في جيبرا وين جيبرا حشا الخارج للنس ما يفوق كدوني مرة أو يفوق يعمل خارج للنس يفنع فيك كيف مثلا إذا الإنسان أنظر أبي صار بليان يكون يغذر العدد العدد سيد ربي إنسان الرحمن سيد ربي سيد ربي فلان إلى أدنى دائما سمع الوطاعة يوين صد يوم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد ربي كل ساعة ميز ولساعة الصاحبة ولساعة ولساتية بس يعني هذا أدي سعوك أنا شكل عبد الوين نكون مرة العيد سيد ربي مرة إذا بثنا آدم إذا روح والآدم خلقه الوكيل ولا شو ستين إذا من إنسان الصاحبة نكون إذا العيد الخيار
الإمام الخيار في نفس العام مدى الإمام سلك مدى العمل الصالح يقرب إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله إتقال كده قصد ربي سبحانه وتعالى ويتعدي ولس الشينس ولس الدريس ولس الحس ولا شوية وين يجي ويتعدي ولس سيد ربي حشس الإمام العمل الصالح يقرب وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفة آمنون إذن الإيمان بالعمل الصالح أرنا عندنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يتمثل ما يشعر الإنسان في ثقة بالله سبحانه وتعالى في اللي ظهر بورس تعاشر سيد ربي حتى الآن يتخلقت بشيء يعيش سيد ربي مدى مدى تخرر سيد ربي بإذن الله الشيطان ولكن ماذا قال الله في الخلط على سيد ربي ما زال دخل فلس أكد في الشيطان ماذا قال الله يتشبت فلس الشيطان فما يسد يدين لها خلط بلا شك وبلا كما يتمثل إذن سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى ماذا قال لي الله يذيه أول وكزمان ذا شفا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه قال ذي الغار يميك هجا غار بدين المنورة يقول أرغار ثور جبل ثور يقولوا بذلال أم قرحا كما ثبعت غار دين المشركون القرش ولكن يميك غنالطا في الغار حصل كيد مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب الاسم ذا شو يسيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم إن سي رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه إلى رأى إن سي لو كان ذي خزر يوم ذي سل أرغى ربي سبتدي إن سل أغيوي هذا غديوي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يسيه نهي رزاز دكا ثمية رزاز دثمية نهو خركنا نهو خركنا كذا خيبارا كنا سوينا إن سي أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما ذا شو هذه دير دي سينا وسيد ربي مسكينا ودي سرد سورة التوبة اللي قصد ربي إن الله لا تحزن إن الله معنا من ما يدك يديك سيد ربي سبحانه وتعالى المعنى يس الآية اللي باختصار شديد المعنى يس أسيقا ما يخسر ذاك فصل فصل تخسر الله شوية خطر إلى الله كما يتمثل الإنسان ما يدلع أغلق سبحانه وتعالى يديك وتسعد دران الشافع المثل سيدنا يونس عليه السلام دخل يعطى الحوثي يتشفى الحوثي ودخل في مسجد الحوار الحوثي إنه يانا ويسخد ملكة للمغارة ولكن يزران تنسديس أشمدي الصوت الحياة أروان أروان ديكم يعكب سيد ربي سبحانه وتعالى إنيس لا إله إلا أنت سبحانك أنت سبحانك أشير إني كان صور كسيد ربي وكذا إني كان صور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولكن سيد ربي السبع سماوات السبع سماوات الناس ناس الملائكة يا ربنا ناس تشوف الصوت الخفيف الصوت خفيفا ممكن يقدر هذا تشوف تشوف الصوت كذا الناس وقلنا يا عبدي ويوس الناس وتسبب صوت بيا يا ربنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجيب ذي داخل مأزقني يقول لك نعيد جديد يقصد ربي سبحانه وتعالى أشتقنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين خسر كان الشطر الآية اكسفرح من كل مؤمن يتمنى يخلوا أن نجيناه من الغم نجغفت من كل الغم بكل بيع يقول لك نجغفت يقردوا وكذلك ننجي المؤمنين إن هذا معناه ماشي يونس كان يخلطات بسبب دقيقة المؤمنين لم يفعل العمل الدولي كرب ناديسين في اللي كيف لا يسخر مغيب إنسا أسخر مغيب أسخر مغيب إنسا كيف ماذا؟ فزر كان يعني رؤسي ذا ربنا الخالق سبحانه وتعالى يحميه يا عبد سيد ماذا؟ العبد كيف على القرآن الكريم الإسعوم لحماء بغي قويس سبحان الله إقامة سيد ربنا قويس سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب إكذا يؤمن الصعوب بيني كذا كيف على القرآن الكريم تهنانه يا ولسانه تهنوا يا مسلم أكيد قال رب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما لا ملك جعل ضد فضي يهنب ويك مخيف القرآن الكريم مخيف غصي ذربا ثغرت ضد ندرسي ثغرت ضد قبل ذيك كما يتمثل لو كان من أقي العباد إذا إيه غيفن غيفن أما ذيك لا للحاجة الصناعة أما ذيك الحاجة للجميع جميع الميادين غيفنا تسوالينا في مرث أوروبا في مرث أمريكا أنوية أزمت من ميان تقريبا أربعة في مدن يجينا قديما نسني وشبس ولا يجينا ندركع يجينا بركة القليل إلى ذي مرد يجينا أزمت من ميان أربعة في مدن خزر كيف مثلا ويخدم التمرف في التمرف في إيمانس ولكن سبحان الله لو كان يستخدم العقل المقي أن كان يخدم التمرف في إيمانس إيمان ده شيء عزيز المرات ذا روحك ولكن الإنسان المؤمن سيد ربك عزيز ذن في واحد صلى الله عليه وسلم يجي عزيزنا الفارس ولكن هذا الشيء يسيره بس تخدم في مشنق إيماني أتما قيد يعد يخدم في مشنق في مشنق إيماني ولكن دين المراكي من هذه النفسية يقول خدم ذلك مشنق إيماني ولكن القرآن الكريم كي منعها
ندخل هذه مكتي ما نشنيه ديك هذه سبحان اعوذ بالله باش نخدم غير مالي وكيل اذا الانسان اللي كان يركز نفسي فيك وتخدم ضرر ما ضرر ايماني خلي هذيك الملك يخدم العبد ديالو ايماني جدا كان غير مثلا اذا سيدي قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسير ما يزال العبد جهد ما غادي يجن بعيدا عن جربي يجيبوا من دي مكتي غشي دي نسي دركا اتقرات نفسي دي نسي جموح الذي يخدم ان تتواجه الجزء الذي يخدم العبد ايماني تتواجه اكيد رسول من يخدم لك اكيد السعر هي حرام والجزء فطول من سيسا لوك وقد يقول يا الباديس العامل ما كان بيننا دينا نسخدم بيس ماذا العامل تتنب ماذا يريد تتنب ولكن الساكن باديس يفكي يا سيدات نسخدم ولكن يزيل لغة هذا ارتكس نكون قبيل في عائلنا ماذا يعيدنا في ماذا يريد تتنب كيف مثلا إذا الإنسان حشا يمكن حشا أرسيد ربنا ريه في الهنانش وتيتسفر التدب مدي مع ألا بينك لله تطمئن للغلوب معناه إلى قرن العبد الذي فحد بشرية في الهنان أروان دادما أتيف أرسيد ربنا بمول ذرا أرسيد ربي وخاص مستحيل وأخذ مستحيل ذاته كان هذا مثلا العبد الذي تهنم أين يدعو يدعو يستيفغى ربي ولكن ماذا قلت لك شنية عشر أرسيد ربي أين يدعو يدعو يستيفغى الله يجعل خير الله يجعل خير بالك هذا يوثيك وبهورا باش يوخرك يدفع ريد لو كانت تطرق سيدة بريدة كلو تكاروس تكثرا ولكن يفتيك دبورا يجاريك شوية ما عليش مدين نفعي ما دمكتات سيدة بس إلا الله يجعل خير أسكا كيكس الحجاب كي نظر باش ميك يكتفك غابورا يوثيك أتبت لك كس غابورا خزار شايفة عن يدي أبي وانا ما دي طرق سيدة كاروسة كلو ذا أتر ذو غورد أسينا بينا إراني تاكويا أهيو تاكيضا فغي ميكذر يدي وينش نزعنا ذي زعنا ذي النفاية لكن في النقال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون سيدة في الزران كل من الزران كيف مثلا الإنسان يشعر في قد خلاق سبحانه وتعالى خطر إلى عدي مؤمن أبي تشربوا ويسي سيدة أذن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فذرة مغشيد ربي الأقرب مغشيد ربي الرأي مغشيد ربي الممات مغشيد ربي كل شيء مغشيد ربي ماذا قلنا أن نفغان على عيش الخير في القصنا كل شيء سيد ربي يقال بويس ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون إزرميني جهنم إزرميني الذي إزرميني الدن سبحان الله إيه عبد يمضي حرام من الصور اليوم يتكشف بالعرف لو كانت تصدق ما بسي في علم لنا الإسلام ولكن سد أتى من غير ديني صار المستقبل دشري الناس بس في كذا هذين سعد بس في كذا شيء دين شاعر روني ولكن لا سد ربي عزيز نيزار أين قاعد نيزارين إلا نيزارين بدون أجر مور وكنت قلت ولذلك أنا خمس شويك تشير في الناس وسوى ذلك سوى كعيد مثلا إذا وين يبان غصي دربي حشم قيل العالم يذرون يزي سبحان الله سيد ربي الخالق ماذا قال لك الشيء قرض القرآن الكريم أجغب الدروس أين سعد سعد الدودة فيها ما تحمي يا سيد ربي حمي خطر هو يا ربي أول ربي ما تحمي يا سيد ربي وتقرأنا نحمي غير القرآن الكريم حمي يا سيد ربي لا ونحمي يا سيد ربي حمي القرآن الكريم ونحمي القرآن الكريم حمي يا سيد ربي ولكن ماذا قال لك في الناس أردي سكن العيوبي سبحان الله ولكن ما يقول الصبر مثلا سيدي ربي اذا اراد الله بعبد خيرا يبصره بعيوبه ما يحمل سيدي ربي بغيس الخيريه ولا اجل السكن العيوبين خاطر الحرام ما قدرت تخسر العيوب الغاشين ولكن ما تحرم ما تخسر العيوب الغاشين انت تسمع خيبره سيدي ربي ديال العيوب ديال المريض اظن دوايا اظن طارق عاد صافي وي اثني السكن غورك وي هنا مشيت غورك وي وخلاص غورك وي هنا وخلاص ولكن الشيء اللي تولي كافر العيوب الغاشين هذا ما كان خدمه كادر عصر أنت تكتشف العيوب الغشية باش أثني دناثة من بعد أن السفر وياه النظام لكن نشم في الجزم لكن نشم في عيبه سبحان الله أين نسل يعني أين نقبل الرياضي ولكن لا الإسلام يفعل شيء الإسلام ماشي تنظر لي الزكاة الصوم الحج ولكن الإسلام دينا أي لا تخرب دين ما كاين شي تشتري للدار الرحمة تسقي للدار الرحمة كان هذا مثل ولكن ما تبعض بريد الدين تبعض بريد القرآن الكريم أبي سكن سيدي ربي لعيوبه قلت لك ذلك صوم إذن أي مثلا القرآن الكريم يتنحسب أماكن الأكسجين وتنفسك إلى خلع عقلك ما يريد أن أسكشر الأكسجين الذي اختنق الطفل نقرص فيكسي
من خلاص شيء نحسه معناه إنه هيدا زك زومنا يغاد بعد وزميلان يدير كلام تغير خلاص بروح ولكن ماسك شر ديني يون تكسلاس أماكن تكسلاس الأكسجين كيف كيف خلاص كيف مثل إن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى جعله القرآن الكريم دين إلى غنى للحكم لقدامنا لقدامنا لتذكرنا المرة ويجعل أعظم عمل اللي يخدم الإنسان دي القرآن الكريم وخاصة دي الوقتين تقول سنة جنة من حال الإنسان عايشة كما يتبدل الحمد ربا نشكر جاية سيد ربي عن هذا الإنسان عايشة كما يتبدل كم كده يقال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دي القرآن الكريم من إيه من عميل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن سورة النحل من عميل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إيند ونريدين ونريخ من العمل الصالح درجزنا تنطل كيف كيف إيند ولكن هذه المؤمن الذي يسعر الشيء الشرطة قد يسعر الإيمان الذي يسعر العمل الإيمان هذا العمل الصالح إيند فلنحييناه حياة طيبة إيند دي شكاة الحياة الطيبة شكاة ذاتيلة فقد الدنيا إيند دي شكاة ذاتيلة فلنحييناه حياة طيبة ولنزيناهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وشكاة الرجاء أشكاة أين أريف أي نتي السوء من غير جنة بيخر سبحان الله ولكن خزان كياني سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تسلسل القرآن الكريم أمكن يقرأ أخلاقي تكمل من بعد الآية يقرأ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم العمل الصالح ذا الإيمان مال التوين ذو جنب عوين أنوين اسمه الغير سيد ربي ذي جنبف كنتفى بالدوني ذي نغف كنتفى بيغر ولكن أبرز عمل اللي يخدم الإنسان الزخر ذي جنب يودا سيد ربي ذا القرآن الكريم أزالك ثم سورة ديو دربان إما دينا من عامل صالح من ذكر أو أنثى يقف إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فضل قراءة القرآن إذا سيد ربي في زائدة ويش يقبل الحرف ماذا قال فقرات السعر يوثن كالحسنة من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف ولا يغرر اليوم الحرف ثلاثة سيد ربي أكيف كالحسنة إلا قام أنظر شيئا خطر إجمال حالة هذا وسيد سيد العبد زال دشود حسنة والله الذي لا إله غيره ألا بمرضي دور الغرغرة لماذا روح أسق في الضوء سمع ماذا روح أليوث الحسن هو الإجمال سيد يغل فنديف يتسياج الإجمال سيد يغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا في يونس كاب والجزء جمدينا إن ركعتان سلطة ركعتين سلوية كنين فكان هذا ركعتان لما تحقرون وتنفلون يزيدهم هذا في عمله خير له من بقية الدنيا إن سلطة ركعتين سلوية كنين تحقرون تمشي طوحي الأجل تتخذهم إن ذات يرغب أسكيك من العملس إن داوني في كوكب دوني مرة ودوني ولكن هاي هذا هاي هذا أنت شيء يوم ذات يوم سلطة ركعتين ويسمي هذا ذات يوم دوني في المزرعة لخف سامي جرام لكن عن زراعة إنما هذا دنيا كأي مثل إذن القرآن الكريم إن ديوني حق ماذا قال فقريت سعديوث الحسنة والحسنة بعشر أمثالها وألف لاميم الآية تنزل في سورة البقرة ألف لاميم يعتبر ثلاثين الحسنة سبحان الله خزاط يعني سيد رب أنشيك مرة ذي الحجة في اللانة أسكار الزاد السمكات القبر إنسان يغطف كان الفورس الفورس يشبنتي كان أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أسيد إن الناس أسيد جعل الحياة الطيبة للدنيا الذي عشتها عشت الله رحمه ربي للدنيا وسيد كي جنة ذي أخر وصاحب القرآن الكريم ونسان يسعان القرآن الكريم بغي كويس أسيد كسيد ربي الحسن أف الشياطين الإنس الجن تقرب هذا شياطين الإنس الزكاة قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الناس ذيك قال الناس ما أدي الزفلات مك أدي يرون بعد الجوال يرون بعد الجوال وكي شياطين الإنس شياطين الجنة كهيجنا ولكن سيد ربي غادي بعد ولو شياطين الإنس اللي بعد فيك ما ذي تشير سيد ربي ما ذي القرآن الكريم يتصدروا لي سيد ربي ذي القرآن في لك المصائب ذي القرآن في لك الشر شر في العين شيء سبحان الله إذا وين ده إبليس وصغيرنا خطرنا ما يسعيون يتكيف الناس اللي تقولون كان نقاب النيل الجنود النيل سدينا ما سيني فعلا بطرح بعده مقدة في الأبد فلا مشكلة مقدة في الأسم وهنا في البركة يسمى أثناء من أكل ما لنبقى أثناء خطر كان يعني إذا الشياطين الإنس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيخدمي بابس الحجاب وتتصور لنا ما يبغى ذلك يخدم الضرر هذا في قرآن يقرد رويس وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب المستور
خاطر الانسان الشيطان الانس من الرسيخ ويمنا لو كل عبد يمنا نفلت في فصار ويخدم على الوين ندير هذه ما نريد كاع ولكن الذي قال وما نقول لك شتيني نقول منا اي ندير في الجعل سيدي ربينا الحجاب المسلول شتي نقرا الحجاب المسلول واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجاب المسلول الحجاب ذين اري فصيل سنث سين بدلنا كلام تخم دي تخم الحجاب الجهه يموت شويه يرجع الى اتحجب يوت الجهه الاخرى لو كيما قرا الحجاب اذا مريض ان عرف اقضى ويقولون ان الحجاب قال سنين ورزاوين ولكن مريض الحجاب من تساسي مانيش بالذات المسلول وين بدل مادام اسمي الحجاب مادام اسمي قدس الحجاب يتسبب باللي صار يوم الغفايض ديت شويه ولكن ما هي اليوم الحجاب اللي من الساسيه مانيش بدل مسطور زعما طويل ام كان يدير المحجوب اللي هو مسطور راه اذا نسى الحجاب ديال المحجوب هذا المسطور اللي نسيت انا كنتشدو البريد في قرض القران الكريم خاطر ذا من القران الكريم حبيب سيد ربي تشدو البريد ادي الدعاء دوا ربي قفايه هكا ادني غفل اخوان نسى الكلام ديك ممكن دي شويه مستحيل كي دي خاطر يضرب خاطر خباك الحجاب المسطور كي دي شويه الكريم مثلا يقدر اللي سيد ربي يتحامينا حبيبي وانت حمينا في حبيب كما مثلا سيدي ربي انا كي حميد بعد القران الكريم اسقاط القران الكريم كي حميد الصحيح كي حميد خاطر المكنانيين السكاكين الى قناع قبل الذيقوث الى قصص التقوت بين الحويج اللي نرجي نقفي بالسنه باش انا نخدم باش ابني حويجه نشوفهم لي كالورين ولكن ماشي ذات متاع عشان بيقروا الذين كفروا يتمتعون وياكلون خزفة سنة تجيس لبيد والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل اللهم التمتع ماشي ويتكال الدخيل الأكل التمتع ماشي لسا أديس أدينه ذي الفيش طمري أدي أدي جي مكان أدي جيني يحوج نفسي فطب سيدة الباب كي دي قال ما دي قلت شنو دخل التمتع المكي أقلك شنو دين المسرفين يقرد سورة الأعراف سيدة ربنا دخل سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ما نقول لك أنت زرني من يكون كحمي يا ربي من المسرفين تخط بس بعدك انت ما سيد ربي سبحان الله ما سمعت أبي قمل عذر أبي قمل ما نقول لك ذينت وين سيد قمل زرني من يموت بشد حمي سيد ربي أدي خمينا خلي عادي فيس قبينا ولا قبينا أفي فرص سيد ربي سبحان الله إنه لا يحب المسرفين أشتكي مات بعد بذل القرآن الكريم سيد ربي كي حامد الصحي رسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا الصيام الشهري عزيز لك حمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما تقول أن تبعنا لنا من المسرفين الصحة على الديوية أستقيق من اللي جدا دي إنجلترا خلصنا مثل مئات الالاف بالمليون شخص ادي قمت سبحان الله عشان ويستلم اماكن الصائم خطر فرعان ايدينا الرسول صلى الله عليه وسلم صوم وتصيحوا باش الشهر من يسرق من الاكل وسجلها السحر من العشاء من بعد اسم خدمه تاع اي نقرا قندي زال عليه كذا من اسم اصغر ما يقدر انك الرسول صلى الله عليه وسلم ادفعنا النتيجه وحقيقه ادفعنا النتيجه خطر الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لنا سيدي ربنا الكريم مثلا باش انظر القران الكريم القران الكريم كيدير الكرسي يا خاطر سبحان الله لو كان ثم يويني قاعد انا عندك يدوك الشيء الى قال عقلك لو كان يدوك لو كان تسوي شويه الشبهات كان لو كان تسوي قاعد يتصرف قاعد يتشفوا عندي الدنيا تاعي بدنا نسافر هذا شو ما كان بشو لو شي غير العين كلي ولكن مستحيل والفاش مستحيل هذه ولا هذا الباقي وتطوشني على اللي تراجع لك المحال الحاجه ما بحب نقول ماشي الحال ودوي لك ودار خصني نقول احنا برا ودوي لك انسحب ما فيش ولكن القران الكريم بدك الذي شنو تبع هذا القران الكريم اوكي تجاهل صافي ولي الرسول صلى الله عليه وسلم قال القران الشافع للبابيس يوم القيامه ادي شفاع لبابيس يوم القيامه ادعو من الاهل لك الراويكني انك احمي لك سبحان الله ذروش الزوجين سند تند اللي عادش في مانيش عادش فغلبني الناس لا اله الا الله محمد رسول الله اسميك الصحه والدنيا ما تشتكي خطا تستل فاميش ولكن تقول انا ميك غير تند عادش في مانيش عادش فغلبني اكيد ذوي هذا الشفاء كسر شنو تيسر لك عادش في مانيش وعادش في الدوخه مشاكل يا اذا فما بالك انا غاش حميك اكثر انا حاجه ما قلنا هذا الشط ذري في النموت توشني هذا دوغين وسكني هذا دوغين امكانيه لي وعريف مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت موضعا افظع من هذا الموضع هو الغريون ان كان الفظيع ما تريد الفظيع لحاجه غير الشفون يا اخي مش انت شويه كسخويا كان الشفون يا اخي مش ترجع ما تبغى لك ما نقاش كل شخوان
شويه مالي مال مليون هذا اخي اسس لي في هذا الناس انا ندير طلبه كي يشوف له حاجه ربي ما يسلك يسلم الله هذا يسلم كل شيء لربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن القران الكريم كي ينسب هذا غير شويه ولا غير ولكن كاين اخيرا برك تاع تشغل مالك في الليل في الزروي السكات الدوريه اللي غادي نخلي نكاك يقوي نتفاد ونسب هذاك الشغل اذا الى القران الكريم كما يدمن اذا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يجعل القران الكريم سجن السعاده من دوني سجن السعاده الاخر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه شديقا الذي نذر الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه اذا الخيار يقول ذوينا يتعلم القران الكريم ويستعلمه وين يقرأ القرآن الكريم وين يستعمل إيش يقول أنا هذا القار يعني يقول أنا خطر توجور سيدي دبتي زاري القاسم أنت تخدم لها تستخدم المخنز ودينا دينا اليوم في قرار العلوم النظام لا إيش نفسي أصغر الطب أصغر الهندسة أصغر علم الفلك أصغر علم البحار أصغر أو كل ما يدين مر ما نفوت نتغل وإياك أنت فاضي جميعا دبلوم في بيتك وتستدار دبلوم القرآن الكريم أخسر المعيد إن كان يقدر إذا كان عقل أنا عقل في منه أمين لكن ما تكرسني تكرسني لما كني وسعنا لك لغاية الغشي كامل يعني محس في نصف تين هل يعني سعر البيرمي أخزر ذات فوق مثال ألي يفسد ولي يفسد أكينا تفضل ويستن في عرس يعتبس إلى عبد الفوان وبريد القرآن الكريم إذن أي لا يغر مرة يون دي الفايدة ما هرب وين لا يغر ما يسعنا عشرة لديبلوم مرحبا به حاجة الفايدة على الديبلوم يوث مثل سنسين ولكن أياك أثني دوي وتستغر الديبلوم من القرآن الكريم لا بدي في 9 أو 5 ولكن وإذا نيمك استعلمين ألو نسن دي الميادي ما قلنا ظن الميادي وسن استعلم لنا القرآن الكريم زمرنا سيدة سنتين ونخشب اللي بعد سنة غير يزمدي ثم سد أمسليك يزمدي العبد في رواية الناس ما أكنه لكن إيش يعني فمن شاء في اليوم ومن شاء في اليكفر ولكن سيبقى لي شنف عبر لو يزمدي ذا شيء كلا لي مخل ولكن ذلك الناس درس القرآن الكريم أبي زرب اللي سيد ربنا دي قر وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين الإحسان إمو يعني سوف نتقرر للدبلومي ونيفرسيتا أثناء قلنا لهم قلنا إيبا بذل سنة اللي خامل كي مغارنا الله بيزون دي فيو ماشي نشيد الجهالة والسنة اللي كبير وكي قلنا إمو يعني سنة اللي خامل كي مغارنا سبالا من الذين هذا الولي صغارين تشياخ بجنيورا دوية ولكن والسنة للقرآن الكريم وسعنا للقرآن الكريم إلى قنص ركاكي يروح ديون غير رسول صلى الله عليه وسلم إنسي رسول الله إنسي مين يغني تسكني إنسي عاقية مكي أخذ ما سبحان الله يروح يسوي نسي مسني الناس يحوجه أصلا دي يقول غير رسول إنسي لشي دي حكاك في الأكبابين ينس يا رسول الله ينس تمزون في اسم مليوني اسم يتي قبل ينس ماشي اسم العالي اسم فاقي ديوث ينس تستنين نظر إمام ينس ماشي يقول كان العالي ويسي ديوهم ينس تستنين نظر ينس يوني حافنا القرآن الكريم ويستيس حفظارا يوني حافنا القرآن الكريم ويثي قرارنا داخل المخي يسوي يسي باب اسنع ينس يشتش يوغا ينسي سيكني تقبلك يوغا ينسي سيكني تنسى ينس يشتش لي عاقل أقبلك أكي عاقل نسى ويسال حسيره أكما يذمر إذن الإنسان السعادة الدنيا السعادة البخر ذي القرآن الكريم إنسان أبي زر العبد ماذا قلنا مش كده القراية عن القرآن القرآن الكريم وجد دواي بين الدقيقة مش أتصل يقارن مزمع قد حفظ القرآن الكريم لا شو دي عبد سعادة مخ أي سيدر من سعادة سيدر بكون شو بيروح على سيدر وسعادة شو يروح ما هو خالد سيدر وسعادة شو يقيم ادعوا سيدي ربي سبحانه وتعالى سيدينا ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر او من لا يضر او يد ولا يضر من سيدي ربي ما تسجل في الناس حاشا سحضرك تسحضر حاشا سكشمال داخل يقول خطر يقرب ان علينا جمعاء قناع كذا مثلا اذا وين حاشا وين لكن فيك شد الشيطان يجي في بورس تجي في الدنيا لكن اروع على رد سحر من طلب وقت الصلاه نخلي هذيك نظره القران الكريم اكيد قرن جميع ما اتصل عباده كاين وسعر الوقت ظهر القران الكريم وسعر الوقت ظهر النفيه هذا الخمر الصلاه النفيه وسعر الوقت التصل يعني القران الكريم ما دام السجود ما دام خمر واحد نعم بس حدي نعم بس على خاطر شي مهم موت الشغاي ولا سيدا بلدي في كيك هذا الشغاي ويش فكروا في ذاك الشغاي لا لا هيش سيتصل لا لا نسولو نفس الساعة 24 ساعة خطر وخر سيدا ربي في كيس فاجي يجي الشغاي كيف مثلا إذا نكون أنا الشغاي سيدا ربي أنا خدم أنا الأسباب سال العيش مش إذا دي في ليال أنا حابك مش سيدا ربي ذا الصاف سيدا ربي ذا الفقر
وغيت تجرنا الثغور الدولي يقنع فيك خمنا كل دين في ديول الدنيا من السنة نسكو يشا باش اخر ما بقى بين سيدة ربي داش استنى كاين مثلا ينيس الفضيل بن عياض يقول ينيس شحال يا عمرك ينيس ديال عمرك ينيس 60 سنة ينيس سبحان الله هذا ماشي كيف ينيس الطاس كيف ديك يا سيدة ربي قريب هذا تصور ينيس انا لله وانا اليه راجعون سيدة ورقزني ينيس الفضيل بن عياض رضي الله عنه ينيس الصم القيمة بوايا كان انا لله وانا اليه راجعون ينيس الله كيس قائل إنا لله وإنا إليه راجعون سلوك لما أسلك لعب سيدي يولي يا محلة في الدنيا ذكر قال إنا لله وإنا إليه راجعون إنيس لا إنيس ما هو من بلين راجع إلى الله يقص عقير بلين أكدي أتي لذا مسؤول أماكن دي قرد سورة الصافات وقفوهم إنهم مسؤولون أكي الطفك هنا أتي نحس تد إسعام إلا وإنسة السسير وما تعقير بلين مسؤول إثنير أكيد يسأل إنيس يحوج الجواب غسه كيس ذي ذرع دشاستين كيف مثل ما صار جناح شو مثل كلام قول غرابوس ما بدي سأل دش أسنين يقسم الجين جواب في ذول سبحان الله كيف مثل إذا الإنسان حافظ القرآن الكريم يحمي يتسي ربه سبحانه وتعالى يقرأ دليل يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ أهل القرآن أهل الله وخاصته يوم الحديث يوم من حاني جوزننا ماشي دي دورال ما أهل الدنيا ذبت صار صدر كفاية وليس الحديث يوم أهل القرآن أهل الله وخاصته ذي ما وين سيدر بذي ما وينش ويني وين القرآن الكريم يريد الأخي الجبلانس يحمي ثربي الدين وين أهل القرآن أهل الله وخاصته الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشرف أمتي حملة القرآن أشرف أمتي حملة القرآن أنا ويد الشريف ذي الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم حملة القرآن الكريم ما بقينا ذا ويجي كل واحد يسبش يصير من أهل الله والجبل سيار الحشمة حفظ القرآن الكريم كما يتمثل إذا إلى قرن ذغيوي ذغيوي بالسنة قرن ذغيوي وفل إلى أدنى غير ربنا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى إنسان أي حضر القرآن الكريم أبي قمسي عقيس أيني هو يعيش دي الدنيا وتصطف لنا أين قرن كنيما لا لا لكثني أمراض عصبية عم يقرن الديموس معناه أبي غادي يتشوع يا نعم لا لكن كم أدي يتقرب بدي أدي يتقرب زي كنا هذي كان كان في 80 سنة ده سوون ولكن ترى أدي يتقرب في 70 60 لا قدرنا ما تقدر 50 أيوة أدي يتشوع وش اللي اسمه خامد أدي يتشوع الرئيس أدي يتشوع وزارة دشة وزارة نعم إذا منك صار من الصارف هذا أثبان وش أنت سينار بريدس أبشر يوم غيره وخامس كيف مثلا ولكن حامل القرآن الكريم لا حامل القرآن الكريم يعصمي سيد ربي تقيدي كيف مثلا سنجي قاعدين قبل المسجد نذكر بس يا خال ان شاء الله ان تميد في الامام يون الى فيرس سيريز ده سيريز الايات تقريبا 88 سنه شادي على راسي ان شاء الله بنسجد سيريز الايات القران الكريم ان الامام يمد يخدم النوافل سيد ربنا يعصمي في هيك كيف كيف مثلا الإنسان أدي عقيك مليم سيد ربي سبحانه وتعالى يجيسس يوميك ولا قرن فغيو فريديس كيف مثلا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذي زين القرآن الكريم يوم القيامة يوت الصورة ثمن حاد يوت الصورة يدهن مليح 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 ذا شو غسيني من نغسي داربيهم من كل يوم يكخذ من مرة في كرس الجائزة ينس ولكن جاء الأجر يوم ديت في كذين كنين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيدي هي البحث هذه حق وإنك لي نقل حامل القرآن الكريم أسيف كيوث أثي السرسيوث للنفسان للنفسان الجنة بعد أن النفس يقل لسان دوني ولكن النفس الجنة مخالف ماشي تساقينا دارة تصبح لسان دوني أتي تشابيان لسان دوني إنك أسي السرسيوث للنفسان يوث لسان سنهاشن هذا سيسرس وسيسر سيد ربي يون التاج من غسل يند التاج الملوك ولكن ماشي الملوك الأرض ملوك الأرض ولكن الملوك إلى الدين أسي إذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان يخدم يحفظ القرآن الكريم ونحفظ القرآن الكريم يستحق المقادرة في قدر العالم يستحق السجدة كان يستحق السجدة برين يستحق السهدرة أتحس لي منك ما تغرد كل القرآن دون إثمار رعب ما دعدي الزد حمل القرآن الكريم يقد تحس لي منك الزد دوي نار ميسيد الله يقد تعقي ذكية أكني أين تغضر تمسنينك ولكن الزد حمل القرآن الكريم ذا شوك خطر ذوي يا ربي صدق كيف مثلا يقال سيد ربي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ان دقت سلسله القران الكريم في ذلك ان هذا تفتت يغادي سكشو فما بالك بالقران الكريم يا غريب ان ذلك اش يقول ورقاز افيوي عبد استغي كما الناس اش حال يجوز الله عبد الدنيا حاشا ربي يجزر اش يجوز الله عبد الدنيا كاين مثلا اذا القران الكريم وهذه خبيث اكيد
إذن أهل القرآن نذنقك سعان المرتبة ثم قرحاتك سعان المنزلة ثم قرحات الفطر سعان ثوايا ربي ذخر جذبان الإنسان أيضا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إرفذ الأقوام ويسلسل الأقوام لذن يرحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة المنورة يرحب عن المكة المكرمة أسميت يقول المشارف المكان يزورد الوالينس يزورد إذا يروح دار الغنس يقول يدي أسميت يقول إن يقول إنيس عمر بن الخطاب إنيس يا فلان إنيس الأرمين تجلع في مكان يدور يستغفين شوة نقطنين إنيس الأرمين تجلع في مكان إنيس يا أمير المؤمنين يستديون المولى يتجل المولى يسوف مكني العابد لزسكلاد القرزي أكيد ولكن إنيس ديون المولى إنيس ولد المولى من تجمع أدي عسله كالمكرمة إنيس يا أمير المؤمنين إنيس أفقه الناس في مكة ذنسا أحفظهم للقرآن الكريم ذنسا عمر بن الخطاب الشعر يسميز دي لكن إنيس سبحان الله إنيس يرسل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين سو القرآن الكريم دي يرفضيون دي القامة في السر السجن ولكن إن الأخوام دي ذنين دي سبغ القامة أني ينظر بذكر يرفض سيد ربينا ذي القعانة ذي يرفض دسول سوق القرآن الكريم مش مسين ينتينهم مسين الأبد الكلوية على ألف إنسان لا سين يصنع في قلال إما كي يرفض وإما كي يصول أود أن أود إقلال ودي الدلال ودي القرآن الكريم ودي إمتنا إمتنا إفكا في الدستور اللي ماني تمر مرك ولاش من إيجا ولاش من الدين اللي ثالث الإنسان خير كان إما كي يرفض سوق القرآن الكريم وإما كي يسلس ماذا قلت ثالث ثلاثة في بالوري حشا سلس ويارك يسلس أنا أقول لك كنا في قرطة بخير هذا خير كمالين كسوفي وليد حشر فذلك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رجع يا رب وإذا في يرفع سلطان يرجع في السيدة ربي سلطان أنا الكريمة يتمثل إذا الإنسان أبي غر أي مثل أبي غر القرآن الكريم وقيد ذوي سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى يقضى رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة الشفيع عن الإصحاب أبي غر هذا القرآن الكريم إذا كان أفيدي في السلسلة هذه الشفاء بيس كان مثل خزر كان ليون الحديث الدناء وشبيع صلى الله عليه وسلم يند من قرأ القرآن ونادي من القرآن الكريم ما يجمع القرآن الكريم دي صدريس من قرأ القرآن ورأى أن أحد قد أوتي خيرا منه فقد استصغر ما حظ مع عظم الله إن دونا ليس عن القرآن الكريم دي أنا أري حفظ القرآن الكريم أري يوم القرآن الكريم دي مرميس أدي جعلي لو ينيس عن خيرس إن دثان يحقرين إقال في صدر سبحان الله أنا ويجي في وين حفظ القرآن الكريم لا ولش من ديفن حاشا صدر بديفن وذن سكن إقلان إني عبادة دوني وين حامل القرآن الكريم كيف مثلا إذا أنا غير القرآن الكريم وذن حفظ وذن دبر عشان أن قام مرور الكرام وثناء الدين كان كيجي في الناس ولكن كل آيون نصاب شدنا صدر سبحانه وتعالى ونصغي منا لا عبادة أبي سعود كذا من القرآن الكريم يولي صغبار أحد السنين والسيدي الدماري سلسل سيقول الله فورا كان ليام ويندي أرو خميسة تزرب ليام ثاني ساعة القرآن الكريم ولكن سيدي سيدي أبرا الله فورا أتفضل أبار كيف الله كشو أبار صغينا ولكن سيدي ربي سبحانه وتعالى يمر ربي لغان قرر القرآن الكريم ولكن حفظنا القرآن الكريم إلا قد إنسان إلا قد أثيت بعد إقار كل ناس خطر مشان سيروح ملك لفخة أتبع ذلك كل ناس تسيروح أكد إقار رسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعار رضي الله عنه إن التعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها يند يقول رسول صلى الله عليه وسلم صرف بيد دقيقا يند ما يقول جل القرآن الكريم يند هكذا الأسيام إذا الإنسان أبي عسي مليس رفع يجيب أي مثل هنا ند بلين القرآن الكريم وكني ذم ونس بركع مادة مكثيرة بركع مادة مكثيرة القرآن الكريم ذم ونسيه دو ثمود سبحان الله أم خزم الله قرار القرآن الكريم سبحان الله وين يبقى وين يبقى وليش كخام الطلاع كخام الدود كخام الوكاية وليش القش وليش تفاصيل السوداء وليش كل شيء زدرني وليش ما تعقل أنا داري عقل يقول أبي خزر الجاثي فستني ولين يخدم جاثا زرطين يخدم بغرار الزادين يخدم الفيرين يخدم العام ليسكن ولكن ما يجي إلا القرآن الكريم من الناس يقين بالدور السادشون بسادشون على يبقى أي مثل أسيني أقصد ربنا ولا يغران القرآن الكريم حامل القرآن الكريم أسيني اقرأ ورتل وارتقل غار ثلاثة سوء من كل مريقة اقرأ ورتل وارتقل فإن منزلتك عند آية عند آخر آية تقرأها أسي قار غار ثلاث دماني غار ثيل أسقر ما دي ذي ألف لامي من البقرة حشا من دي قضاء من الجنة والناس
سبحان الله أديفذون ذين أي تنزل ودى القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين حجمه من الجنة والناس أديفذون من السزاف الرسول صلى الله عليه وسلم قفايا ما أديفذون من كل يوم ندام ندام قضى الآية ينسى كل يوم ندام قضى نفون من القرآن الكريم دي لريح نسى ولكل درجات وإما عمل كده ناس يدر من كل يوم درجة يسن دي قضى الجنة يقار درجة دي الجنة يقار درجة عمق ودر درجة نظام أم يقريك ندي قاع إذا خذنا أي انتخذنا إذا كان هذا قضى إذا ما أغرض القرآن الكريم تدبر تبعتك اللي تيقى حي ما تسيضى الآية ثانية دي القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي درد سبحان الله فزر كما جاء يا ربي ديك سنة إذن إذا الإنسان الذي يعقب اليوم القرآن الكريم يسعى مزيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا إن دوناي يحفظنا القرآن الكريم يوم القيامة أسر مزيد والديني ورجل شو خلاص تخدم الوالديني أكنت وتخدم مزيد ولكن القرآن الكريم أحفظ القرآن الكريم أسن السدر بالتاج الوالديني يوم القيامة أسنين يا رب إذا شفت وقال تخذ بك أسنين مثل وينك حفظنا القرآن الكريم تاجين أسنين ساسكا ذشو أندرس دياوض الضوء الشمس الدني ثفت قطج أندرس السيوض يوينكنا أسنين سرسيد رب سبحانه وتعالى الوالدين بلكن حفظنا القرآن الكريم سبحان الله كما مثلا يقرب رسول صلى الله عليه وسلم من أخذ القرآن وهو شاب اختلط بلحمه ودمه وكان رفيق السفر الكرم البرد سبحان الله جالس يقول الملائكة يقول لحو العبد يحفظنا القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحس ذلك يمن وتحس ذلك ما يسعى الشيء أمكان سوى شيء يسيز بعد ذلك نظر يسيز بعد كيف كيف سوى يسفك نعم ويسمى ما يدي يقبس هذه أيدي ما يفاق سوى يسفك كشتا يفاق في الذي يفاق أكي نعم يفاق يفاق انكبني القصر انكبني القصر كشتا ما يفاق تستغل ذو قيبون يتستغل كشتا تفضي القصر ينكت تفضي ذو قيبون أنيفا أشحال ثم سبحان الله إن دي يوم تحضر سخاوي إنها صرحة ودسة أعوذ بالله من كلمة أنا إنها صرحة ودسة إن دي لا فطر يبلغ عند السنة سبعة عليه سنة طرجة يخلص ناس نسة إن دي يعجب الكرام عشوية إيجاد رسالة من كده خاصة بس زي ما يخص كده خاص كون سنين ناس الناس محسد ناس والله الذي لا إله غيره ناس الحقيقة كان ردي له وكس كده وكس ناس ما نقول لك تجيني وانت فضلك ذا غير خامنة والله العظيم اللي كده خامنة ولكن وصل ذا من بقى السنة ناس كات فضلك أشي تسيصل الإنسان يعقل لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالدخول يشوف إمام ذو العمل الصالح فرق مثل ولكن أحس ضرر العبد في الدنيا ولكن في قدر الرسول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين ولكن الحسد مش الحسد ضرر وصوص قرب إذا الحسد هو قد الغيب تطاوك الحسد في بعض ربي فلان جميعا إذا لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلو منه آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار من صديم يقرأ القرآن الكريم سبحان الله وكيف تحش الظلام وتبدل الشعر ما تشوى الذي يستهدف القرآن الكريم سبحان الله أكد في غير المستوى ما تشبكنا يتكسر بيوت الهيبة حشان تتزر حشان تكزر عند جوز إلا عن ذلك مالي في كسيد ربي الشيء أتصدين فقد قسل السبحان مالي في كسيد المساجد يفكى الفقراء يفكى المساكين يفكى خطر يتهجمي الكونتنس الزر وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله كما يمثل إذن الأولياء الذي مشطح لنا إذا قال أذا ناقي بالليم إيمويان بردان ونغفيانا فلونا إذا قال ناقي بالليم ونغفيانا فلونا لا يبنغن ما زالتنا الثلاثة عشان دين جهل من زيك وتكنا لنا ونسل القرآن الكريم الزوايا نغطي تفيد قويين الغشنا خمنا تخدمنا يخدمنا وكاي أذا أين هو خمنت ولا نظر حين أدخل مع مرض جنات سولة درس أين أولش أتقن لسنك اللي تيقى حين الخدمة لسن مضمون مضمون صدق كان يتمنى أخطار من قرشون يقارن القرآن الكريم يكتب عن بلد الدين نسخان متخلف لا ما يتمنى المشاكل جنة القرآن الكريم اسم ربي ذوى يا ربي الكلام من سيد ربي ما يتبع بلد القرآن الكريم حشر بحر يروح ما ذلك ذلك شيطة ربط ميك بلد القرآن الكريم أذي ينفع نيس أذي ينفع الرويس أذي ينفع الود نيس أذي ينفع المجتمع بالأسرة ولكن ماذا قلنا ذلك الشيء الشيء استراق هذا بريد النظام مثل ما قامنا كنا دلو من باريس لقنا عقية كيكا يقول لي يوني عبد يمد أنا سعنا بغار دخل دخان يقول لي سلي منه يا ريع
إن ده الموتي كموثر أشوف قاعدة المشيدين غا إن المدي هذا كربيتين غا نقدر أشوف قاعدة المش وين شوية الغور وقصار كان أروح المحاكم أنظر شو مكنتش مقابل يغشي مكنتش مقابل بابس مكنتش مقابل المحاكم مكن أين يقدر روز ما قد ما خيط وين أدي الشعر يدي الغني نلقى عن الكريم مستحيل ألف ألف مستحيل أين غفا قوية أين الغور يضر يدينا غفا قوية خطر الوالدين دوسي أربعين دن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يخكر هذا المثال ولكن ده ديف الشريف لقال من قتي ديف غصي يا ربي أتي ديف القرآن الكريم أتي ديف إذن كل في يوم فلو نوخ نصر بلنا في بريدنا القرآن الكريم ما لقينا ثر برد أمي ما شم في بريدنا القرآن الكريم عقل ثر برد زين سيري يخص أنا عقلك غص دميك دميك إذا منك ولكن إياك وإياك تصور نشتقينا ذا زلمة ربع سيري ما لقينا ثر برد في بريدنا القرآن الكريم حش الفاعلين في عمانيس أكين فاكشناس شلون نفعش ودين فعل مجتمع وزكنا في السد بالتاج يوم القيامة خسر الفرق شتان شتان بين ذا بين هذا وذا ما كان فرق إلا يقال سيني بعدين أيام ذا القرآن الكريم الدراسات يخمن دراسات اللي زيدوا يخمن نكمل شوية بيان صلى الله عليه وسلم سنيس يخمن دراسات يخمن دروس يجي يتخمن غفيا ذا شو نوين ولا نعدك معنا القرآن الكريم يحفظنا القرآن الكريم يجمعنا القرآن الكريم من الصدرينس اللي وجهك سان لأوروبا وقرآن أكثر لعيبة الدنيا مرة كل ساعة ربك ده شيء سهل تشوفه شيء زدخي المخلص زدخي العقين سن لو يكتعيش الدنيا العين لو يكتعيش يكتعيش الروح لأن هناك كان يتيقي حي يثبت دين دين الناس الربيع الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله يطمئن القلوب من رب لو نرى في بريدنا القرآن الكريم لو جنين جامع أدخل في لنا غلا خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى بثلاث ما لا يروح العبد يموت انقطع بريد الدنيا يف إن العمل شيء وخلاص إن دي بريز لا ثكان إذا كمل أخذ من الناس ما ذكر له جد صدقة جارية ما ذكر يخدم العبد صدقة يبنى الجامع نغير يخدم يشد المشاعر أي حمل سيد ربي صدقة جارية وعلم ينتفع به ما ذكر ليس علم العلم إن هو ولد صالح يدعو له ما ذكر جد ميك الحياة يكتب على بريد القرآن الكريم يصور رحمه ربي مخرب وين يخدم وين له أنا كنت صور تيجي مقر الحسنة الجارية رجع ربي دي مؤمن رجع ربي دي يكتب على القرآن الكريم الذي عمل ربي ويوم نظر القرآن الكريم لما الذي عمل ربي ويوم نظر وريد الدين أغي وربي وريد إسحنا إيد مثل اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.